يعني المقصود بده ان مصر تشهد انتخابات نزيهة لمجلس النواب من وفق نظام انتخابي سليم يمكن الشعب المصري انه يختار ممثليه في البرلمان بما يضمن استئناف مسيرة الثورة. ثورة 25 يناير تعطلت في الطريق، وهي الآن يعني محل يعني إعادة نظر من قوى عديدة تتصدر الموقف السياسي. فمجلس النواب القادم هو اللي هيصنع مستقبل مصر. هل هتستأنف مسيرة الثورة ولا هيجي النظام القديم؟ مين اللي هياخد الأغلبية؟ مين اللي هيحط سلطة التشريع إلى آخره؟ فإحنا عاوزين يعني من خلال هذه الورشة نضمن نظام انتخابي يعطي للشعب المصري فرصة ان هو ينتخب من يثق انه سيحقق له الاهداف اللي قامت من اجلها ثورة 25 يناير. ماذا يعني وصول موفد من رئاسة الجمهورية في هذه الورشة؟ لا، احنا دعينا المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المستشار علي عوض بصفته المستشار الدستوري رئيس الجمهورية وبصفته عضو في اللجنة التي شكلها السيد رئيس الجمهورية لإعادة النظر في قانون الانتخابات. معروف أن هذه الانتخابات في ثلاث قوانين بتحكمها: قانون مباشر الحقوق السياسية، قانون مجلس النواب، قانون تقسيم الدوائر. أنتوا لاحظتوا في الجلسة الأولى إحنا عرضنا يعني أفكار حول هذه الثلاث قوانين. وجود مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية في الاجتماع اللي هو في نفس الوقت عضو مهم في لجنة اللي هتعدل هذه القوانين ويسمع بنفسه الاقتراحات ويسمع بنفسه الآراء، ده بيضمن لنا ان افكارنا توصل للجنة وانها وهي بتنظر تعديل هذه القوانين تبقى حاطة في اعتبارها وجهة نظر القوى اللي احنا داعين لها. احنا داعين الاحزاب السياسية، داعين المنظمات الحقوقية، منظمات المجتمع المدني، وداعين شخصيات عامة وخبراء ومتخصصين. وبالتالي اتحنا الفرصة للمستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية انه يسمع بنفسه افكار مطروحة حول مهمة اللجنة اللي شكلها. انا رأيي ان في يعني اولا مصر حقوق الانسان في مصر في محنة، وهناك يعني عديد من المخاطر بتتعرض لها، لكن سببها ايه؟ سببها ان هذا المجتمع يعيش حالة من التوتر الشديد ويواجه عمليات ارهابية وعمليات عنف متزايدة. اذا عندما يكون هناك عنف في المجتمع وارهاب وتواجهه وزارة الداخلية وقوات الأمن والقوات المسلحة في سيناء بمواجهات مباشرة، هنجد أنه نتيجة لعمليات العنف والإرهاب يتعرض أسمى حقوق الإنسان للخطر، وهو الحق في الحياة والحق في الأمان. وأيضا عندما تواجهه وزارة الداخلية وتواجه أجهزة الأمن هيكون هناك تأثير على حق الناس في الحركة، حق الناس في التظاهر، حق الناس في التعبير عن رأيها. وبالتالي هناك بالفعل يعني مشاكل كبيرة بتواجهها حالة حقوق الإنسان في مصر، لكن المنظمات الدولية لا ترى إلا جانبا واحدا من الصورة، وهو ما يحدث من أجهزة الدولة أو ما يحدث من قوات الأمن، ولكنها تتغافل تماما عن أن مصر بتتعرض لمخطط إرهابي هدفه إسقاط الدولة وانهيار الدولة. يعني أنا في رأيي أن هذا القانون يجب إعادة النظر فيه فورا، لأنه يعني معروف أنه إقامة الدعوة المباشرة مسألة مهمة جدا للشعب المصري أن يبقى طرف في كل ما يجري من صفقات بين الحكومة أو من توافقات بين الحكومة وبين رجال الأعمال. لكن حرمان المواطنين من أنه هم يعني يبقى لهم رأيهم في هذا الموضوع هو معناه أنه المسألة بقت حكر للدولة مع رجال الأعمال. في القانون المصري ما يجعل انه المتهم يبقى له ضمانات، فهذه الاحكام اللي صدرت في القضية الاولى اللي فيها 38 صدر ضدهم حكم بالاعدام، القانون يلزم النيابة العامة ان تطعن في هذا الحكم امام محكمة النقض، وبالفعل النائب العام طعن في هذا الحكم وهيروح لمحكمة النقض. محكمة النقض فيها عديد من القضاة، اما ان تحيل القضية الى دايرة جديدة من دوائر الجنايات او ان هي تنظرها بنفسها، ودي ضمانة لهؤلاء الناس. وأيضا الدستور الجديد نص على أنه محاكم الجنايات تبقى على درجتين، التقاضي فيها على درجتين، هيبقى في استئناف في أحكام الجنايات، فيبقى عندنا حكم درجة أولى واستئناف وبعد كده الطعن أمام النقض.
فاحنا عندنا ضمانات للمتهمين انهم تتحقق لهم العدالة. لا مبارك بيحاكم، يقف في البلكونة، يقف في الشرفة، يقف زي ما يقف، لكن مبارك امام المحكمة يحاكم بتهمة قتل المتظاهرين وبتهمة الافساد السياسي وبتهمة الافراء على حساب الدولة، والقضية لسه ما انتهتش، واول درجة حكمت عليه ب 25 سنة سجن. اما الموضوع الاخر، المجلس القومي لحقوق الانسان اعترض على قانون التظاهر وهو مجرد مشروع، وابدى عليها 14 ملاحظه، وعندما لم يؤخذ بهذه الملاحظات وصدر القانون قلنا انه قانون غير دستوري وسوف يحكم في اول تقاضي بعدم دستوريته وبعدم دستوريته. وعندما قابلنا رئيس الجمهوريه من اسبوعين كان اول مطلب لنا هو الغاء هذا القانون واستبداله بقانون اخر ينظم الحق في التظاهر السلمي، ويستبعد من القانون الحالي ما يتعلق بقطع الطرق وتعطيل المواصلات والاعتداء على المنشآت العامة والتخريب إلى آخر هذه الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، وإنه القانون يكون فقط لتنظيم حق التظاهر السلمي، وبالتالي تسقط منه عقوبات الحبس والغرامات الباهظة هي 100,000 جنيه و 200,000 جنيه، لأن هنا هيبقى المطلوب هو إن اللي عاوز يعمل مظاهرة سلمية هيخطر وزارة الداخلية وهيحدد لها المسيرة بتاعة المظاهرة وهيحدد لها نقطة البدء ونقطة الانتهاء والمدة اللي هتستغرق. رئيس الجمهورية رفض التعديل، رئيس الجمهورية قال إنه هو يرى إن ظروف البلد تتطلب الاستمرار، وقال أنتم موجودين لما يجي مجلس النواب قدموا له مشروع قانون جديد. انا رايي ان الحكم صدر من جهه غير مختصه، قاضي الامور الوقتيه المستعجله ليس هو الجهه القضائيه المختصه بالنظام المسلم. قانون القضاء، القانون بيقول ان القضاء الاداري مجلس الدوله هو الهيئه المختصه بانها تنظر في مثل هذه الاعمال، وبالتالي اللي عاوز يوقف اي حركه شعبية أو مدنية يروح للقضاء الإداري ويأخذ حكم، يكون عنده الأدلة اللي بتؤكد أن هذه الحركة ارتكبت جرائم. إحنا ناقشنا مع السيد رئيس الجمهورية، ما فيش تطورات جديدة. إحنا ناقشنا مع السيد رئيس، ما إحنا قابلنا رئيس الجمهورية وكان موجود وزير الداخلية، وقلنا إحنا لاحظنا أن الحبس الاحتياطي بقى فيه توسع فيه وفي تجديد تلقائي، وأنه يكاد أن يصبح عقوبة بدلا من أن يكون إجراء احترازيا. رئيس الجمهورية قال أن النيابة هيئة مستقلة وأنه هو ليس له سلطة عليها، وإحنا بنحاول دلوقتي أن إحنا نعرض الحالات التي نرى أنها بتتعرض له. إحنا سلمنا لوزارة الداخلية قوائم كاملة بأسماء الشباب المحبوسين احتياطيا، قائمة بالأطفال أقل من 18 سنة، قائمة بطلاب الجامعات، وقائمة بالمحبوسين احتياطيا بشكل عام، تاريخ التاريخ اعتقال القبض عليهم، ومنهم من مضى 6 شهور حتى الآن على حبس احتياطيا دون أن يصدر له قرار اتهام. ماذا كان رد الوزير الداخلية؟ بيدرسوا الحال، بيدرسوا الأحوال. المهلة، المدة اللي قالها؟ لا ما فيش مهلة ولا حاجة، احنا ما بنقدمش.